بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 119. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، جعل الأموال قياما لمصالحنا وعونا لنا على بلوغ مقاصدنا. الصلاة والسلام على نبينا محمد. نهى عن إضاعة المال لما في إضاعته من المفاسد وفوات المقاصد. وبعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث إليكم في هذا البرنامج عن بقية أحكام اللقطة، حيث أسلفنا في الحلقة الماضية الكلام عن معظم أحكامها. فاعلموا وفقني الله وإياكم أنه يلزم نحو اللقطة أمور: أولاً، إذا وجدها فلا يقدم على أخذها إلا إذا عرف من نفسه الأمانة في حفظها والقوة على تعريفها بالنداء عليها حتى يعثر عليها صاحبها. ومن لا يأمن نفسه عليها لم يجز له أخذها، فإن أخذها فهو كغاصب، لأنه أخذ مال غيره على وجه لا يجوز له أخذه، ولما في أخذها حينئذ من تضييع مال غيره، فهي عهدة ثقيلة. ثانياً، لا بد له قبل أخذها من ضبط صفاتها بمعرفة وعائها ووكائها وقدرها وجنسها وصفتها. والمراد بوعائها ظرفها الذي هي فيه، كيساً كان أو خرقة أو غير ذلك. والمراد بوكائها الخيط الذي تشد به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، والأمر يقتضي الوجوب. ثالثاً، لا بد من النداء عليها وتعريفها حولاً كاملاً في الأسبوع الأول كل يوم، ثم بعد ذلك ما جرت به العادة حسب المصلحة. ويقول في التعريف مثلاً: من ضاع له شيء، ونحو ذلك. وتكون المنادات عليها في مجامع الناس كالأسواق وعند أبواب المساجد بعد أوقات الصلوات، بعد أداء الصلوات، ولا ينادي عليها في المساجد، لأن المساجد لم تبن لذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك. وإنما تكون المنادات على الضالة خارج المسجد. رابعا، إذا جاء طالبها ووصفها بما يطابق وصفها وجب دفعها إليه بلا بينة ولا يمين، لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، ولقيام صفتها مقام البينة واليمين، بل ربما يكون وصفه لها أظهر وأصدق من البينة واليمين، ويدفع معها نماءها المتصل والمنفصل. أما إذا لم يقدر على وصفها فإنها لا تدفع إليه، لأنها أمانة في يده، فلم يجز دفعها إلى من لم يثبت أنه صاحبها، لأن عدم معرفته لصفاتها دليل على أنها ليست له. خامساً، إذا لم يأتي صاحبها بعد تعريفها حولاً كاملاً فإنها تكون ملكاً لواجدها، ولكن يجب عليه قبل التصرف فيها ضبط صفاتها، بحيث لو جاء صاحبها في أي وقت ووصفها ردها عليه إذا كانت موجودة، أو رد بدلها إن لم تكن موجودة، لأن ملكه لها مراعى يزول بمجيء صاحبها لطلبها. سادساً، اختلف العلماء في لقطة الحرم، هل هي كلقطة الحل تملك بالتعريف بعد مضي الحول أو لا تملك مطلقاً؟ فبعضهم يرى أنها تملك بذلك لعموم الأحاديث، وذهب الفريق الآخر إلى أنها لا تملك، بل يجب تعريفها دائماً ولا يملكها، لقوله صلى الله عليه وسلم في مكة المشرفة: ولا تحل لقطتها إلا لمعرف. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال: لا تملك، يعني لقطة الحرم لا تملك بحال للنهي عنها، ويجب تعريفها أبدا، وهو ظاهر الخبر في النهي عنها. سابعا، من ترك حيوانا بفلات لانقطاعه بعجزه عن مشي أو عجز صاحبه عن الإنفاق عليه ملكه آخذه، لخبر من وجد دابة قد عجز أهلها عنها فسيبوها فأخذها فهي له، رواه أبو داود. ولأنها تركت رغبة عنها أشبهت سائر ما ترك رغبة عنه. ومن أخذ نعله ونحوه من متاعه ووجد في موضعه غيره فحكمه حكم اللقطة،
لا يملكه بمجرد وجوده في موضع نعليه ونحوهما، بل لا بد من تعريفه، وبعد تعريفه يأخذ منه قدر حقه ويتصدق بالباقي. ثامنا، إذا وجد الصبي والسفيه لقطة فأخذها فإن وليه يقوم مقامه بتعريفها ويلزمه أخذها منهما، لأنهما ليسا بأهل للأمانة والحفظ، فإن تركها معهما فتلفت ضمنها لأنه مضيع لها. فإذا عرفها وليهما فلم تعرف ولم يأتي لها أحد فهي ملك للصغير والسفيه ملكا مراعى كما في حق الكبير. تاسعا، لو أخذ لقطة من موضع ثم ردها فيه ضمنها، لأنها أمانة حصلت في يده فلزمه حفظها كسائر الأمانات، وتركه لها تضييع لها. أيها المستمعون الكرام، من هدي الإسلام في شأن اللقطة ندرك عنايته بالأموال وحفظها، وعنايته بحرمة مال المسلم وحفاظه عليه، وفي الجملة ندرك من ذلك كله حث الإسلام على التعاون على الخير. نسأل الله سبحانه أن يثبتنا جميعا على الإسلام ويتوفانا مسلمين، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.